مساء الخير على كل المشاهدين، وحشتنا جدا من الحلقه اللي فاتت لحد الحلقه دي. حلقه النهارده بقى مختلفه جدا وبره الصندوق كالعاده، بس قبل ما نبدا الحلقه عندي طلب صغنون كالعاده. بالله عليكم قطع المنتجات، انا اول مره في حياتي ابقى مصره على موضوع بالطريقه دي. قطع المنتجات يعني حتى لو انتم مش في دماغكم ان ال 20 جنيه وال 5 جنيه والناس اللي بتكتب يعني هي هتقف عندي انا بس، هتقف عندك انت بس عادي، يعني مش هيحصل لك حاجه لما تقطع المنتجات اللي مش مصريه، ايه المشكله يعني حتى لما تنتهي الحرب. بالله عليكم طبعا النهارده بقى نبدا حلقه جامده جدا جدا جدا. طبعا قبل الهوا كنا لسه بقى بنتكلم في الكواليس ان قبل الجواز بقى قصه الحب فظيعه والبدايات بتكون خطيره والمشاعر والورد والدباديب وما الى ذلك. اوبا نتجوز اوبا نطلق، مفيش اللي احنا شفناه ما لقيناهوش هو هو. طبعا كل الكلام دوت هجاوبنا عليه الدكتور القمر، انا بحبها جدا 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 ومشهوره جدا جدا جدا، دكتور نيفين، استشاري اخصائي، اخصائي استشاري نفسي واسري وتعديل سلوك، دكتوره نيفين عاطف. منورانا. اهلا بحضرتك، ربنا يعزك. انا بحبك جدا طبعا على المستوى الشخصي. ربنا يزيد من حبك. طبعا انت شايفه بقى الدنيا ماشيه معانا ازاي وكواليس و ما فيش قصة حب فظيعة وانتحار ومش عارفة ايه ودباديب وما فيش، هو شهرين تقريبا ما كانوش بيكملوهم اصلا ويتطلقوا. الاول كده بقى عايزة نبذة تعريفية عن حضرتك صغنونة قد كده عشان اسألك اسئلة قد كده. اولا اهلا بحضرتك وبضم صوتي لصوتك في مقاطعة المنتجات واللي بيحصل في غزة احنا ضده طبعا، ربنا يجيرهم، اللهم امين. اللهم امين. تاني حاجة انا شخصية عادية نيفين، مهندسة أصلا زراعية ولكن غيرت الكارير بتاعي، عملت دبلومة في الإرشاد النفسي والأسري وتعديل السلوك وماني ماستر، لسه ما خدتش الدكتوراه بقى بس ربنا يكرمنا بقى وناخد الدكتوراه. ده أنت متألقة، تاخديها ما تقلقيش. ربنا يعزك يا رب، جزاك الله خير. عايزاكي بقى في الأول تقولي لي كده يعني ايه الشروط، احنا كل شويه نسمع بقى فيديوهات على السوشيال ميديا وازاي تجربتي فشلت، اصلك ما اخترتيش صح، مش عارفه ايه، اصلك انت ما اخترتش صح. طب انا اصلا اعرف الاختيار ازاي؟ ايه الشروط اصلا الاساسيه في اختيار شريك الزواج او شريك الحياه؟ شريك الحياه. تمام. مبدئيا هو اكتر حاجه بتخلي العلاقات تفشل ان احنا بندخل متخيلين ان احنا بنحب، ففي فرق كبير ما بين الحب الحقيقي اللي ينجح العلاقه والتأجج العاطفي، في اختلاف كبير جدا. التأجج العاطفي اللي هو الانبهار، ان انا اول ما اشوف الشخص انبهر بيه، سواء بقى كان شكله هو ده اللي كان فيه فارس احلامي او طريقته او اسلوبه، فدي كلها حاجه بتكتشف فيما بعد ان مش هو ده الحب. الحب ناتج عن سمع، عن بذل مجهود، عن انك عرفت الطرف اللي قدامك، ان بقى كل واحد عايز يسعد التاني. فلو هنا احنا عملنا حب اداري انا درته بطريقتي، هنا الحب ده ممكن يكون حاجه تنجح الجواز لكن مش اساس لنجاح العلاقه. يعني احنا ممكن نكمل مع بعض وما فيش المشاعر اللي هي الجامده دي، ولكن بنحترم بعض، بنثق في بعض، في بينا تفاهم، ودي الاربع ركائز اللي بتنجح اي علاقه: الحب والتفاهم والثقه والامان. طب انا اللي بينجح العلاقه اكتر، الحب يعني مطلوب اكتر ولا الاهتمام؟ بصي، لو في حب وما فيش اهتمام اقوى علاقه ممكن تتهدم بعدم الاهتمام، لان الاهتمام هو وقود الحب، من غيره انت هتحسي ان انت مهمله مرميه، فطبيعي غصب عنك مش هتكملي حب. اصل العطاء بلا مقابل الحب اخد وعطاء، لو انا بدي بس واللي قدامي مش بيديني يبقى ده ما اسموش حب، يبقى انا كده بوهم نفسي. فبدخل في قائمه تنازلات، بلاقي نفسي بتنازل 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 لغايه ما يجي لي وقت واقول لا خلاص مش قادره اكمل. دي بيطلقوا عليها العلاقه السامه؟ علاقه سامه. طيب الاهتمام ولا الاحترام بينجح اكتر؟ طبعا اولا الاحترام، ولكن مش بيحترم. اولا الاحترام، وعلى حسب، بصي ما يناسبك يختلف مع ما يناسبني. يعني في ناس الاحترام بالنسبه لها دي كلمه مطاطه، يعني كلمه الاحترام بالنسبه لك انت ليها مفهوم، بالنسبه لي ليها مفهوم، بالنسبه لغيرنا ليها مفهوم. فعلى حسب طبيعه الشخصيه، عشان هنا احنا بنقول معايير اختيار شريك الحياه هي مش اسطمبه 1 2 3، لان كل واحد عنده احتياجاته. احنا جايين سؤال قاعدين يلوحوا عليه بيقول لك الناس مش عارفه يعني ايه شخص توكسيك. توكسيك يعني شخصيه سامه، تحسي انك لما بتقعدي معاه بيسحب طاقتك، مش قادره توصل معاه، مش قادره تنفس،
الشخص ده بيضغط عليكي بكل الطرق. وطبعا بيعمل مثلا لا بيعمل حاجات كتير، هو بيبقى درس كويس جدا. ما فيش شخص توكسيك غير لما هيقرب من حد لازم يكون حد توب، لانه مش هيقرب من حد عادي. لو عادي مش هيقرب منه. انت لازم تبقي ناجحه، انت لازم تبقي مميزه، انت لازم تبقى عندك الحاجات اللي تبهره، لانه اصلا الشخص التوكسيك جزء فيه كبير ان هو بيكون شخص نرجسي. الشخص النرجسي عنده هوس بالايجو وبالانا، فعايز دايما يبقى باين دايما على المسرح هو واللي معاه. فلما بيبقى شخص توكسيك بيتغذى على هدمك، بس مش بشكل مباشر، بطريقه السيطره الناعمه. ازاي بقى السيطره الناعمه؟ السيطره الناعمه، ودي من اخطر الحاجات اللي بتتعمل وبتمارس في العلاقات، اللي هو لو لقيتيها لازم تمشي. اللي هو يفضل يقول لك لو بتحبيني هتعملي كذا، لو كنت بتحبيني ما كنتش عملتي كذا، وتلاقي نفسك بتتنازلي بتبعدي بتتجردي من كل محيطك. عايز يبقى رقم واحد في حياتك، طبيعي ماشي، ممكن تكون رقم واحد في حياتي، بس لما انا كمان اكون رقم واحد في حياتك، طبيعي اني زي ما في رقم واحد في اتنين وتلاتة واربعة وخمسة، يعني في بابا وماما واخواتي وصحابي وجيراني، تلاقي بيعزلك. اه شخصية توكسيك، ودي من الحاجات المحاذير اللي اول ما الاقيها لا اهرب من العلاقة دي، لان يعني ده شخص عايز يجردك، عايزك تبقي لي لوحدك. صدقيني لما هتبقي لوحدك هيبدا بقى يتغذى عليكي، وهو ده اللي بيسعده. عشان كده هو توكسيك. بيتغذى عليا ازاي؟ على مشاعر المك، على مشاعر عطائك. لو اداكي فتات من الحب شويتين ثلاثه كده، بيعرف يرجعك بمجرد ما يوهمك، لان هو حد غيره. مش بس بالظبط كده، هو جردك وخلى ما فيش غيره وخلى ما فيش علاقات خالص. بعد كده بيديكي حب كبير قوي، يعني بيطلعك فوق اللي هو بشكل مبالغ فيه، مش الطبيعي يعني. مش بيخش بالحب النورمال، لا 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 لا، بيبقى داخل يعني بتلاقي نفسك انت بقيتي طايره، عشان كل ما طرتي كل ما وقعتي اكتر. وتبقى اي كلمه حلوه منه يقدر يرجعك بسهوله، لانك هيبقى عندك امل انك هتوصلي للحاله من النشوه او من السعاده اللي انت وصلت لها في البدايه. ده بقى بيكون في الجواز بس ولا بيكون في الخطوبه؟ يعني ممكن تعرفه في الخطوبه؟ لا لا، بيبان من البدايه، بيبان، بيبقى داخل بشكل مبالغ، عارفه هيقطع شرايينه عليها بقى، فاهمه؟ هو العياط والجو ده. اها، مش بس كده، في ناس تقيله وفي ناس رزينه، يعني مش كله، بس المهم ان هو بيدخل دخلات مش الدخلات الطبيعيه، بتلاقي كل حاجه باكتر من الطبيعي، بيديكي قوي، بيخليكي انت حاسه ان انت يعني من غيره انت ولا شيء، لانه بيعمل لك برستيج قوي، بيخلي لك يعني اي حاجه كنت بتحلمي بيها تلاقيه بيحققها لك. ده في البدايه طبعا، عشان يقدر يبقى عنده مخزون اللي هيكمل معاه بقيه حياتك كلها، ان انت على امل ان انت يرجع بقى زي الاول. بس فكل فتات هتاخديه منه هتدي اكتر واكتر واكتر، لانك عندك امل انك يرجع، وهو ما بيرجعش. طيب في بنات كتير بقى سالتني سؤال، ليه الرجاله بتحب تتقل قوي؟ ليه بقى؟ هو المفروض الست، بس احنا دلوقتي الموضوع بقى بالعكس. لان التطور والانفتاح والنت خلى البنات بقت اكثر جرأة، فبقى الحياء قل، ودي من علامات يوم القيامة ان الحياء هيقل. فده بقى بالنسبة لهم بقى في بنات بتعرض نفسها، بقى في بنات هي اللي بتخش عشان تدخل في العلاقة، فطبيعي الراجل بقى اللي بيبقى متزن، او برضو الراجل التوكسيك لو عارف وعارف هيصطادها ازاي، عارف المداخل بيبان، فلازم يبقى رزين وتقيل كده، عشان لما تملكيه يبقى انت حسيتي انك ملكتي الدنيا وما فيه. حتى لو هو اقل منها في مكانه اجتماعيه؟ اه، مش شرط، مش شرط، الاسلوب بيفرق. يعني انا ممكن اكون متعلم وعندي بس ما عنديش معرفة، ممكن اكون فقير جدا بس معايا فلوس، بس فقير افكار، فقير مشاعر، يعني الموضوع بافكار فاضي، يعني بيقول لك تكلم حتى اراك. فمن هنا تعرفي تحددي شخصيه الانسان اللي قدامك. طب ليه في رجاله، انا بسالك بقى الاسئله دي، احنا بعيدنا خالص. ليه في رجاله بتبعد قوي عن الستات اللي هي عندها مركز حلوه قوي، يعني ليها برستيج؟ ليه بنلاقي ان في رجاله بتركن؟ ده نوع هو عنده جواه، عنده قله ثقه في نفسه، يعني ما عندوش الامكانيات اللي يقدر يقول لا، بيخايف من الشخصيه القويه، مع ان هي ممكن تكون جيشك الوحيد فيما بعد لو انت ارتبطت بالشخصيه القويه، لكن ده معناه ان هو ضعيف الشخصيه، ما عندوش القدره ان هو
يبقى مع حد زيه، وممكن يكون الايجو عنده عالية فمش عايز يبقى فيه ندية. كلها افكار، افكار غلط. كل ما كانت دايرة الافكار غلط في دماغنا كل ما سلوكياتنا وتصرفاتنا بقت غلط. طب صح ان الست طبعا ترتبط بشخصية قوية، الراجل ينفع يعني المفروض يرتبط بشخصية اضعف منه ولا شخصية قوية؟ بصي، هي ما بتتقاس كده، ما بتتقاس بالقوة والضعف، هي بتتقاس بالاحتياجات. يعني انا مثلا لما اجي هتكلم في معايير اختيار شريك الحياه، انا على اي اساس هختار شريك حياتي؟ على اي اساس؟ اول حاجه ان انا لما يبقى في مساحه من الحوار، افكارنا متقاربه، احنا اللي مرتاحين. يعني لما بنيجي بنتكلم افكارنا، اهدافنا، اهتماماتنا، لان احنا هنعيش مع بعض مدى الحياه المفروض، مش فتره وهنفصل. فلو ما فيش مساحه حوار، مش عارفين نتكلم مع بعض، فيش كيمياء زي ما بيقولوا، دي اول معيار انا اقدر اختار منه. تاني حاجه ان انا ابقى حاسه بالامان في العلاقه دي. وامان الست بيختلف عن امان الراجل. يعني الست امانها في ان هي تحس ان هو جواه، ان اما بعد هي واثقه ان هو بيتكلم عن ان اللي جاي احنا موجودين فيه مع بعض. الست امانها مكاني، تبقى دايما حاسه ان مكانها محفوظ، مقامها محفوظ، كل ده امان الست. الراجل امانه في الماديات، لان هو اصلا بيعتمد ان هو بيجيب الدخل وبيعمل. فمن هنا ومن هنا لو كل واحد ادى للتاني الامان اللي يقدر يحسسه ان انا هقدر اكمل معاك، يعني الست بالاطمئنان والاحتواء هيقدر يطمنها ويقوي امانها. الراجل بان هي تبقى بتدعمه، مش بتضغطه، مش طول الوقت عايزاه معاها. ما برضو زي ما في رجاله توكسيك في ستات توكسيك. طبعا، وفي ستات مش كتير صح؟ هي النسبة الأكبر، يعني 75% بيبقوا الرجالة هم اللي توكسيك، بس في 25% ما نقدرش إن احنا نسبة كبيرة برضه. والست التوكسيك أبشع بكتير من الراجل التوكسيك، لأنه بتحوله من شخص طيب، من شخص معطاء، إلى شخص توكسيك يقدر، إلا لو ما تعافاش، لو ما لحقش نفسه. يعني لو ما عرفش ان هو كان في علاقة سامة وقدر يتعافى. اللي بيخرجوا اصلا من العلاقات السامة بيسموهم سيرفايفر، ناجين، لانه كأنه كان في حادث وخرج منها. فانت كنت عايشه مع حد بيدمرك، بس بيخرج مشوه. مشوه بس بيقدر يعالج نفسه. ازاي؟ لو قدر. ما هي خطوات، انا عامله كتاب في ده، كيفيه التعافي من الخطوات. خطوات التعافي، من اهم خطوات التعافي ان انت عمليه التفريغ، انك تطلعي، تكتبي كل حاجه. ومهم جدا مرحله الكتابه، لان هي مرحله صعبه ومش كل الناس بتحبها. بس الكتابه بتعمل ايه؟ بتفصل الشعور عن التفكير، واحنا محتاجين ده. تلاقي نفسك انت شاطره قوي في انك تحلي مشاكل الناس وبيرفكت وعارفه ازاي وايه الخطوات، لكن تيجي عندك دماغك بتقف. ليه؟ لان المشاعر الحزن والالم والوجع والخذلان مسيطره عليك. فمرحله التفريغ بتخليكي تعرفي ان انت تطلعي كل حاجه. وما ينفعش تتعافي لو بتقولي حته وبتسيبي حته، لا، بقول كل حاجه. يعني في كاتبة رائعة اسمها هبة السواح، شبهتها بانها زي الرصاصة. رصاصة، لو في رصاصة في جسمك، لو قعدتي تقولي انا تمام انا تمام، لا، انت مش تمام. على المدى البعيد رجلك دي ممكن تتبتر، فلازم تتحملي انك تطلعيها. تطلعيها بألمها وبوجعها. شوفي بقى انت بقالك كام سنة. وعادة الشخصيات السامة او الشخصيات الاعتمادية اللي بتسحب شخصيات سامة بيبقى عندها مشاكل في الطفولة، سواء قسوة مبالغ فيها او عطاء ودلع مبالغ فيه، الاثنين بيؤدوا لنفس النتيجه. فلازم اكتب 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 اكتب. والمرحله دي ملهاش ليميت، يعني على حسب ما بتخلصي. عايزه تعيطي عيطي، عايزه تصرخي صرخي، قولي كل المشاعر وسميها صح. انا حسيت اني اتهنت، انا حسيت اني اتخنت، انا حسيت اني قليله. كل حاجه ما كنتش تقدري تقوليها او تطلعيها ما بينك وما بين نفسك هي مدمراكي، عشان انت مش بتطلعيها، فلازم تقوليها وتطلعيها. فهي من اصعب المراحل، مرحله التفريغ. بعد ما بنفرغ بروح لحد متخصص، لان مش طبيعي الرصاصه هتطلعيها منك لنفسك، لازم تروحي لدكتور متخصص وعارف هو بيعمل ايه كويس، ويعرف يقول لك ايه هي الخطوات اللي تقدري تعمليها وتتعافي فيها. بعد كده بتخشي في مرحله النقاهه، زي كانها عمليه جراحيه بالظبط، لان انت بتتعافي كليا. تاخدي وقتك، بتطبي على نفسك، بتعملي حاجات مش هسميها مديتيشن، بس هسميها جلسات استغفار. بتقعدي فترة كبيرة مناجاة مع ربنا، لأن هو ملجأك. عشان توصلي للتوازن النفسي لازم لازم أهم حاجة هي أنك تقربي من الله عز وجل. هيدفعك كويس جدا، هتلاقي جواكي بتجيلك طاقات، بيجيلك أفكار أنت نفسك مش عارفاها. لما بتفرغي مع تقربك من ربنا بتتحولي وبتعرفي تتعافي كويس جدا. بعد كده بقى في شوية خطوات تانية كتير، بس لازم تروحي لحد متخصص يمشي معاكي خطوة تقريبا. الفترة بتبقى قد إيه؟ لا، على حسب.
على حسب كل شخصية. في شخصيات قوية تقدر تتعافى بسهولة، وفي شخصيات بتقول ان هي بتتعافى وبتحس ان هي بتتعافى بس بتيجي بعد كده تنتكس بمجرد ما تحصل لها صدمة تانية، لانها ما تعافتش كليا، ما كملتش العلاج لاخره. في ما بيردوش يدخلوا في علاقة تانية، بيتعقدوا، ولما ودي ساعتها بتبقى الصدمة انك ممكن تقابل الشخص الصح، بس عشان انت ضايع نفسيا هتخسر حد كان ممكن ينجيك من اللي انت كنت فيه. بس احنا مش في حياة بعض عشان ننجي بعض او نعالج بعض، هو وهو ده الاهم. قبل ما اخش على اي خطوة من الجواز اشوف انا مؤهل نفسيا ولا لا، ان انا اتجوز مش شريك الحياة مناسب ليا ولا لا. طب اعرف ازاي انا مؤهلة نفسيا ولا لا؟ اشتغل على التوازن النفسي مع نفسي، اعرف هل انا عندي هشاشة نفسية، اقل كلمة بتأثر فيا، هل انا مش قادره اخش فعلا في علاقه. هشاشه نفسيه دي اللي هو تسمعي كلمه فتعيطي. هشه نفسيا طول الوقت، تتفرجي على التلفزيون لو جه موقف قريب قوي للاحداث اللي انت فيها بتلاقي نفسك جبتي كل الاحداث وبقيتي مضغوطه وانت مش عارفه انا مضغوطه ليه ولا ايه اللي مضايقني. بتتعالج وكده؟ طبعا. تشتغلي على التوكيدات الذاتيه وتشتغلي على نفسك وازاي تدي ثقه لنفسك، وتتعافي. كل حاجه تقدري تعالجيها لو انت عايزه تعالجيها، ودي اهم خطوه، ان انت يكون من جواكي فعلا عايزه تتعافي. مش بقول كده وبس، لان في ناس بتحب تعيش دور الضحيه، ان الناس تطبطب عليها والناس تبقى حواليها وان هي تبقى حاسه طول الوقت ان هي مظلومه او ان هي اتخدعت او ان هي يعيني. فدور الضحيه او دور الشهيد دور صعب ومش بيتعافى ومش بيتعالج. دور الضحيه اهي ده دي مش الشخصيه بتعالج. الوحيده اللي ما تقدرش تساعديها لان هو مش عايز يساعد نفسه. ربنا بيقول لك ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، ده فما حقيقي. فيش لا دكتور ولا اي حد هيعرف يخليكي تتعافي لو انت نفسك مش مش عايزه عايزه. تتعافي. طب الشخصيات اللي ما بتحبش تبان ان هي ضعيفة وما بتحبش مثلا تروح لدور الضحية ده، دول برضه بيبقوا عيانين؟ لا مش شرط. بصي كل حاجه لو بتوازن بتبقى تمام، يعني حتى لو انت بتحبي التعاطف لكن مش بشكل مبالغ فيه فمش هتبقي دور مش هتبقي شهيد. ازاي بقى؟ اشرحها لنا دي. يعني التوازن، ما احنا عشان التوازن النفسي انا اتكلمت فيه في الحلقه اللي فاتت، التوازن النفسي لازم 7 تنكات كده انت تمليهم. هنا علاقتك بقى بربنا، علاقتك بنفسك، علاقتك بزوجك او شريك حياتك، ولو اتجوزتي وعندك اولاد يبقى علاقتك باولادك، علاقتك ببابا وماما اهلك، الاهل ودول اهم حاجه لان هم اساس اي مشكله نفسيه حصلت لك. بعد كده علاقتك باصدقائك وعلاقتك بالمجتمع، هم 7 تنكات لازم تمليهم بشكل صح وبشكل متوازن، وليهم طبعا طرق بقى وخطوات انت لازم تعرفيها. مش تمام. هتكفي الحلقه. احنا هنروح بس فاصل صغنون قد كده، ما تروحوش في اي حته، ونرجع لكم تاني نكمل حوارنا. ورجعنا لكم لسه مكملين حلقتنا مع دكتور نيفين. عايزه بقى اقول لك انا مبسوطه جدا طبعا باللقاء معاكي. قولي لي بقى ايه المواصفات اللي انا اول ما اشوفها في الشخص اللي قدامي وانا لسه كده في بدايه العلاقه اخد ديلي في سناني واجري على طول؟ احنا قلنا جزء منها اللي هو العزل الاجتماعي، لو حسيتي ان الشخص ده عايز يجردك من كل اللي حواليك دي نقطه مهمه جدا. النقطه الثانيه عكسها تماما، الذوبان الاجتماعي. لو الشخص اللي معاكي ما بيعرفش يقعد معاكي انتوا الاثنين لوحديكوا، لا لازم طول الوقت يبقى فيه تجمعات الاهل والاقارب والاسره. هو في كده؟ طبعا.
مفيش خصوصيه، مفيش حياه، مفيش ما بينك وبين حاجه، اي حاجه بتحصل بتبقى على الملأ، دي برضو علاقه تبقى يقولها فشل. ولا مش عارف يقعد معايا؟ لا هو طبيعي مش عارف، ما بيعرفش يبقى لوحده، لازم العيله وعيله العيله ويبقى تجمعات ونبقى كلنا مع بعضينا. في ناس كده وطبيعه شخصيتها كده، ولو قعدتي انت هو لوحده تلاقيكي صامتين، لان هو مش متعود على كده، هو عايز الصحاب وعايز الاب. دي من العلامات التانية، عكس خالص العزل الاجتماعي، الذوبان الاجتماعي برضو بتفشل العلاقة جدا، لان انت بتلاقي نفسك انت حياتك مفتوحة، ما فيش اي خصوصية، اي حاجة هتعمليها هتلاقي بابا وماما واخته وخالته وعمه، كل الناس عارفين واصحابه عارفين. فده على المدى البعيد ما بيخليكيش واثقة، لان انت عايزة يبقى ليك خصوصية. في شخصية بيبقى فيها الاتنين؟ لا ده مريض بقى نفسية عنده انفصام شخصية. بس هو ممكن يبقى احنا الطبيعي عندنا ده وعندنا ده، اوقات نبقى عايزين نبقى مع الناس، هو ده النورمال، ده الطبيعي، ان انا اوقات عايزه اتفسح ويبقى معانا اهالينا ونبقى في تجمعات، واوقات لا عايزه ابقى انا وانت لوحدينا، دي علاقه صحيه، ده طبيعي. تاني حاجه، تالت حاجه بقى، لان احنا كده قلنا العزل الاجتماعي او الذوبان الاجتماعي. تالت حاجه العلاقات الجنسيه. لو حد من الطرفين، ودلوقتي نقدر اقول الطرفين، زمان كنا بندرسها ان طبعا ده هيخص الرجاله، لكن للاسف ده بقى بيخص الستات دلوقتي، وفي ستات بتعمل علاقات برضو للاسف قبل الجواز. فكل ما كانت العلاقات الجنسيه قبل الجواز كل ما بوظت العلاقه جدا، لانه مش اي طرف من الاثنين مش هيبقى عنده اشباع من الاخر، يعني امراه واحده لا تكفي، خلاص ما بقاش في حاجه هتمني، لان هنا ده هيفتكر فيها فلانه، هنا لا هيفتكر فيها علانه، لا فهيبقى طول الوقت لا عايز عايز اكتر عايز اكتر، ويقارن بقى وكده، وفي مقارنات طبعا. فده من ضمن الحاجات اللي لو هو متفق معاك ان الرجاله ممكن تعمل كده، لا في ستات لكن الستات ماشي، بس هتقارن هي كمان؟ طبعا طبعا، وهيبقى ما هو مش مالي عينيها، مش مخليها مش مخليها مبسوطه، ودي من اهم الحاجات اللي بتخليكي ان انت مبسوطه في العلاقه او تكملي، انك تبقي مبسوطه. اصلا الجواز هي اكثر العلاقات اشباع، مش بس في العلاقه الحميمه، في كل حاجه، هي اكتر حاجه بتديكي كل حاجه عشان تخليكي مبسوطه. هي اي علاقه انت بتخشي فيها ليه؟ عشان ابقى مبسوطه. بس لو حاجه بتضايقك او حاجه مش على راحتك، هتلاقي نفسك بتنسحبي بتبعدي، مش هكمل. ودي من معايير اختيار شريك الحياه، انك تكوني مبسوطه في العلاقه. يعني احنا قلنا انك يكون في مساحه، وقلنا يبقى في امان، من ضمنها كمان ان تبقي مبسوطه وتبقي حره، ان ابقى حره. لا تشرحي لنا حره دي، عشان في ستات بتفهمها غلط. انا سواء حره ست سواء حره راجل، يعني عندي الحريه ان انا اقول عايزه اروح اقابل عند اهلي، لكن ما يبقاش لا ممنوعات. عندي الحريه ان انا يبقى ليا صداقات، انا ما بتكلمش في ان الستات تبقى في صداقات مع الرجاله، لكن صحباتها البنات، في رجاله لا ما فيش صحاب، لا خلاص، فاهمه؟ ابقى حره ان انا ارفض، اقول ان انا مش عايزه اعمل ده، وما بقاش خايفه انه يخاصمني ويرميني بالثلاث اربع شهور، بيعاقبني وكانه بيربيني، ابقى اقبل من غير ما احس انه بيستغلني. طب ايه اللي الرجاله بتعمل الحركه دي اللي هي 3 4 شهور يخصمون؟ بيسموها بيقووا عضلات الخصام، وده على المدى البعيد بيخليكي تقدري تستغني، لانك بتبقي خدتي على انك تبقي لوحدك، هتعدي مشاكلك لوحدك، مش هتلاقيه جنبك لما تكوني محتاجاه، ما هو مخاصم بقى، ما هو بعيد بقى، فهتلاقي نفسك على المدى البعيد، وهو ده اللي بيؤدي للخرس الزوجي. كلمينا بقى عن الخرس الزوجي. الخرس الزوجي بيبقى نتيجة تراكمات، ان احنا حصلت بينا مشكلة بس معرفناش نصلحها، بس قلنا نكمل مع بعض عشان المركب تمشي، ما بتمشيش. لو ما صلحناش المشكلة المركب مش هتمشي، كل واحد فينا هيبقى شايل جواه، كل واحد فينا هيبقى مخزن للتاني. احنا قلنا اهم حاجة واكتر حاجة صح ان انا اعمل مواجهة مباشرة، واتكلم في اللي مضايقني، انا زعلانة من 1 2 3، بس اختار وقت مناسب، اختار تون صوت مناسب، اعمل سايكو دراما واشوف رياكشنات وشي، عشان احيانا انت بتبقي موجوعة قوي بس بتعرفش تحكمي في رياكشن وشك، فبتدي انطباع للي قدامك انك مش طايقاه، فيبقى مش سامع انت بتقولي ايه، هو شايف ملامحك، والملامح بتوصل اكتر بكتير من الكلام اللي بيتقال. فلازم تبقي انت مسيطرة لما تكوني عايزه تتكلمي في الحاجه اللي بتضايقك، واتكلم فيها مباشر. حد بيسيطر على الرياكشن مش؟ طبعا، بتعملي سايكو دراما قدام الميرور، بتقفي قدام المرايه، شوفي نفسك وانت متعصبه، هتتخضي. ما بالك بالشخص اللي قدامك. انت كل ما هتفتكري لما وقفتي واتعصبتي واتنرفزتي ولقيتي شكلك، هتفتكري عقلك هينبهك لما تيجي تتخانقي، فتعرفي تسيطري على الرياكشن. فساعتها بالتدريب، كل حاجه بالتدريب. طبعا انا كنت مبسوطه جدا معاكي، واول حلقه فعلا اكون انا مش بعتش منها حبيبتي بامانه. عزك الله. وخلصت بجد بسرعه جدا،
يا رب يكون فينا الناس يا رب. بامانه حلوه قوي حبيبتي. طبعا اشوفكم في حلقه جديده مع دكتور نيفين برضو في برنامجكم هي وهو مع دعاء مجد.